بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية اختر صديقك أكمل خريطة المفردة الآتية. الكلمة هي الحديثة، ضدها مرادفها نوعها. كل واحد يختار صديقه في هدوء. ابحث عن صديق. شوف لك صديق تاني يا محمد، عندك طلال اهو، قاعد يدور على الصديق. يلا الحل يا ابطال، في هدوء. حل اشتغل في هدوء. فين صديقك؟ تعال مع طلال، روح لطلال. كل واحد مع الصديق. يلا يا سعد، يلا طلال اشتغل انت وسعد، اشتغل انت وسعد. الاسرع اسرع ثلاث مجموعات هي الفائزة. شاد، اسمع كلامه صالح، قال لك اسمي باسم. انزل تحت. اللي يخلص يقول لي، وهم جالسين انا هاجي لهم. يلا علينا. ها طلال، لا تتدخل عندهم يا طلال، لا تتدخل معاهم. معليش معليش. تعال هنا، تعال تعال هنا، وريني كده. ها ماشي. الجديد مرادفة الجديد، الجديدة الحديثة بالجديد. طيب طيب طيب، انتظر انتظر لما اشوفك الاول صح ولا لا. الجديدة الانترنت من وسائل الاتصال الايه؟ اكتب بقى، كملها كملها. من وسائل الحديث المعلومات، المعلومات الحديثة. من الوسائل الحديثة، وسائل الاتصال الحديثة كثيرة. ماشي. الحديث الجديدة القديمة، بس بدل ما هي القديم تبقى القديمة، وهنا الجديدة. ماشي، حط تاء مربوطة هنا وهنا، ممتاز. بس زود هنا الجديدة، وهنا برضو مزبوط، بس تاء مربوطة واحدة. حاضر حاضر، سكة يا زياد. هنا بص، الحديثة القديمة، مو قديمة. بدل ما هي قديم تبقى القديمة، وبدل ما هي الجديد تبقى الجديد. خلاص اشترى قبل ايه؟ الايه؟ الحديث، الملابس الحديثة او السيارة الحديثة. تمام كويس، بس انت ناقصكم الالف واللام. الفائزون باستراتيجية اختر صديقك، الإجابات الصحيحة صالح وعبد الله، فهد وراجح، عزام وحاكم، عبد الرحمن ونور وأبي وماجد. بارك الله فيكم يا أبطال.